جوابكم الأول هذا أنكم لا تعتنون كثيرا بذكر رواتها أو بذكر الكتب التي ذكرتها، فهل هذه المسألة أصبحت بالنسبة لكم لا تمثل عرقلة أو لا تمثل مشكلة؟ أنا أقول إن الروايات التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين اثنين، منها ما يقطع ببطلانه بأن يكون معارضا لكتاب الله صلى الله عليه لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المقطوع بثبوتها عنه، فهذا لا ينبغي لأحد أن يشتغل بالبحث عن أسانيده، لأنه حتى لو وجد أنه أتى من قبل الثقات الأثبات الجبال الرواسي فإنه لابد من أن يقطع ببطلانه، إذ إن ثقة الرجال شرط من شروط صحة الحديث، فوجود هذا الشرط لا يعني بوجه ولا بآخر أن ذلك الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما يستفاد منه أن ذلك الحديث أن ذلك الشرط قد وجد، فلابد من البحث عن بقية الشروط الأخرى. ومن جملة تلك الشروط أن لا يكون شاذا أو معلا، وأي علة أقوى من أن يكون الحديث أو تكون تلك الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للكتاب العزيز مخالفة قاطعة، إلا إذا أمكن أن يكون ذلك من باب الناسخ والمنسوخ. وليست هذه القضية التي ذكرتها في من قضية استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين أو المنافقين بعد موتهم من هذا الباب، وإنما ذلك في الأحكام التي فيها طلب فعل أو طلب ترك أو ما شابه ذلك، كما يتعلق بالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو البيوع أو النكحة إلى غير ذلك من الأمور المعلومة. أما وقد اتفقت كلمة المحدثين على هذا أن ثقة الرجال وضبطهم لا يقتضي بأن الحديث مقطوع أن الحديث ثابت إلا إذا وجدت بقية الشروط الأخرى، وقد ذكرت نصوصا من كلامهم في الطوفان، كما ذكرت طائفة من الروايات التي أعلوها وحكموا بضعفها مع أنها جاءت من بعض الطرق الصحيحة الثابتة، ولدي المزيد على ذلك بحمد الله تبارك وتعالى، وسأذكر ذلك في كتاب آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. فمثلا ضعفوا رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في رجب، مع أن ابن عمر كان يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاش معه مدة طويلة من الزمن، وليست هنالك سلسلة إسناد حدثني وعن وما شابه ذلك، بل هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعتمر معه في كل مرة، لكنه أخطأ مع أن هذه الرواية ليست فيها مخالفة للكتاب العزيز ولكن مخالفة للواقع، وكذلك خطأوا ابن عباس عندما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، مع أنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه، وميمونة خالته وقد وكلت ميمونة العباس في زواجها، والعباس أبو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك قد أخطأ، وقد خطأ العلماء كثيرا من الرواة، ولولا خوف الإطالة لذكرت طائفة من الكبار المتفق على عدالتهم وثقتهم حتى عند بعض المحدثين عند المحدثين، فما بالك بغير ذلك من الروايات. أما الكلام إذا كان صحيحا في نفسه فلا بد هاهنا من النظر في الإسناد، ولا يصح ترك ذلك إطلاقا فلا بد منه، لأن الكلام إذا كان صحيحا في نفسه قد يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون غير ثابت. فكل باطل لقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ولم يفعله ولم يقر أحدا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكل حق يمكن أن يكون قد قاله ويمكن أن يكون لم يقل. فتلك الرواية مثلا التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بأن يترد من جبل باطلة لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وبيان بطلانها يحتاج إلى إطالة لا تتسع لها هذه العجالة.